بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده إن شاء الله هنحل فيه تمارين اليونت 3. طبعًا إحنا عارفين الوحدة الأولى والثانية والثالثة موجودين على المنصة وموجودين على جروب التليجرام، اللي ما بيعرفش يشغل المنصة يروح على جروب التليجرام والعكس. عايز أأكد بس إن شاء الله إن إحنا الكتب الفاينل ريفيجن نزلت، وهنشتغل إن شاء الله مع بعضنا كده من كتاب توب ستودنت، فيا ريت تبدأوا تقتنوا الكتاب ده علشان هنشتغل منه إن شاء الله الوحدة الرابعة. طيب الوحدة الأولى والثانية والثالثة هيروحوا فين؟ هحلهم برضه وأرفعهم في فيديوهات بس وإحنا ماشيين زي ما إحنا. المذكره اللي انا بشتغل منها حاليا دي برضه هنكمل فيها كده، يعني هبقى انزل منها فيديوهات عشان تاكد على القواعد اللي فيها مشاكل. تعال نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول جمله: My elder brother has a A in math from Cairo University. خد بالك math دي معناها الرياضيات، وهي شكلها كده اخرها اس، فهي تحس انها جمع كده، بس هي طبعا اسماء المواد الدراسيه دايما مفرد ولو كانت جمعا. فلما اقول لك social studies برضه نقول is math is. خد بالك من الحته دي كويس عشان الموضوع ده ممكن يلخبطك. عندك مثلا social ستاديز اللي هي معناها اصلا بالعربي كده ماده الدراسات الاجتماعيه، هنقول عليها از. طيب لو قلنا برضو كمبيوتر ستاديز، كمبيوتر ستاديز دي برضو معناها دراسات الحاسب الالي والكمبيوتر، برضو از. فانا عايزك تفهم ان المواد الدراسيه يبقى دايما مفرد حتى ولو كتبت جمعا. المهم بيقول لك ماي الدر براذر هاز ايه، اخويا عنده ايه في مجال في الرياضيات من جامعه القاهره، اكيد عنده درجه علميه في الرياضيات. وانت عارف ان درجه علميه يعني ديجري. طيب ايه ايه ديجري؟ ديجري دي معناها مرسوم او قرار محكمه، حاجه مالناش دعوه بيها خالص في الموضوع ده. كلمه لايسنس معناها رخصه، لو انت هتركب قياده تركب سياره او هكذا، او ان اقول لك ان المحل ده مرخص ليه ان هو يبيع مثلا سيجارتس، فنقول ايه ان هو لايسنس. طيب بيرميشن دي معناها اذن، بس في فرق يا مستر بين كلمتين، بين كلمه بيرمت وبين كلمه بيرميشن. باختصار شديد كده وبشكل كده ما اعرفش ما ينفعش انساه، عايزك تفهم ان كلمه بيرمت دي معناها اذن رسمي. يعني ايه اسم اذن رسمي؟ يعني اذن رسمي او كتابي كمان. يعني ايه كمان برضو كل ده؟ انت راجل عايز تسافر بره، فانت محتاج بيرمت عشان لما تروح عند المطار تقول لهم يا جماعه ورقه اهي مكتوبه عايز امشي. انت عايز تستخدم بندقيه، فانت محتاج بيرمت عشان تقول يا جماعه سمح حد يقابلك، ايه يا ابني البندقيه دي؟ تقول له بص يا باشا اتفضل الورقه دي بيرمت. طب امال ايه بيرميشن دي؟ بيرميشن دي كده حاجه زي ما بنقول بالمصري كده بعد اذنك يا فندم اعمل حاجه الفلانيه. انت عايز تستخدم تليفوني، فانت مش محتاج بيرمت، انت محتاج بيرميشن، تصريح لفظي، يعني حاجه كده بتيجي لفظيا. طيب انت عايز تطلع بره شويه تتفسح بالليل، فانت محتاج من باباك بيرميشن، اكيد مش هتحتاج بيرمت. طيب نرجع لموضوعنا نمبر 2. اكسرسايز كان هاف اي افكت اون يور هيلث اند فيتنس. انت عارف ان فيتنس دي معناها اللياقه البدنيه، والجمله معناها بالعربي ان التمارين يمكن ان يكون لها اثرا او تاثيرا. ايه يا ترى؟ تاثيرا ايجابيا، فعشان كده نقول بوزيتيف افكت. عايزك تفهم ان في الجمله دي بنقول اكسرسايز كان هاف ا بوزيتيف افكت، لكن ممكن اعمل لك بطريقه ثانيه واقول لك اكسرسايز كان افكت. انا عايزك تلاحظ الفرق اللي انا بعمله بين الجملتين، affect your health يعني ايه ممكن تاثر على صحتك، ايه بقى يا ترى هنا؟ هنقول positively، positively معناها بشكل ايجابي. فخد بالك انت عشان خدت هنا كلمه affect اللي هي اثر على الفعل، خدت معاها الظرف في اخر الجمله، فانا عايزك تفهم القصه دي كويس وما تلخبطش فيها. ده رقم واحد. خد بالك ان الكلمه دي اسمها effect، تاثير او اثر، لكن كلمه affect دي معناها يؤثر على. خد بالك من الكلام ده كويس. طيب ندخل على بعد كده نمبر 4 او نمبر 3. nurses اللي هم الممرضات، خد بالك نيرس ممرضه، وكلمه نيرس برضو لوحدها كده معناها يمرض. لو انت قلت مثلا she is a nurse يعني هي ممرضه، she nurses يعني هي تمرض، تمرض يعني بتهتم بالمرضى وترعاهم وتديهم حقن وتظبطهم كده. nurses have an important A in looking after patients in hospital. الممرضات لهم دور مهم في رعايه المرضى. فعايزك تفهم ان كلمه دور اسمها رول، ودي معناها دور، لكن كلمه رول دي معناها يحكم، واحنا اتفقنا قبل كده مره قبل كده وقلنا تاني وهنقول ونعيد ان كلمه رول دي بتساوي كلمه جفرن، الاثنين معناهم يحكم. ولو قلنا رولر، رولر دي فاكيد هتساوي كلمه، اكيد انت بتقول معايا جفرنر، وبرده معناها حاكم، جفرنر بالاو سوري جفرنر. طيب يبقى اتفقنا كده ان رول بتساوي جفرنمنت، ورولر قبل كده قلنا بتساوي جفرنر. طيب الحاجه اللي بعد كده بقى كلمه روتي طبعا معناها صف زي ما انت فاهم، وكلمه ريت معناها معدل او نسبه. ما تنساش ان كلمه لوك افتر معناها يعتني، بيعتني بيه ويهتم بيه، بتساوي تيك كير اوف. وخد بالك ان كلمه بيشنت معناها مريض، بيشنت دي معناها مريض ومعناها صبور، على حسب السياق اللي قدامك بتعرف معناها مريض ومعناها صبور، وما تنساش الحاجات دي. طيب الحاجه اللي بعد كده نمبر 4، ماي بيرنتس هاف اولويز. هو ليه قال هاف؟ لان بيرنتس ده شباب اسم جمع، بابايا ومامتي هما اثنين، فكده اسم جمع. هاف اولويز ايه؟ مي تو ورك هارد ات سكول. ابي وامي دائما ما يشجعانني، يبقى اكيد انكارجد مي. انت عارف ان انكارج يشجع بعدها تقول مصدر، لكن ديسكارج
معناها يحبك، وبعدها بيكون الفعل مضاف له اي ان جي دايما. خد بالك من دي كويس، انسكرج بعدها بيكون فروم طبعا، اكيد انت عارف حرف الجر اللي معاها فروم، وبعدها الفعل مضاف له في الاخر اي ان جي. طب ما جبناش بعدها فروم يا مستر، نفس القصه برضه، هتجيب ديسكارج دي زي ما هي كده وهتجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. طيب بمعنى انا عايز اقول لك ماي فاذر ديسكارجد مي فروم رانينج، يعني حبطني خلاني ما اجريش، او انك تقول ماي فاذر ديسكارجز رانينج يعني يحبط موضوع الجري. طيب بعد كده انت عارف ديس ابوينتد معناها محبط. طيب نمبر 5، اي وود بريفير نوت تو. خد بالك ان اي لما يكون بعدها بريفير يعني فدي اسمها اي وود، طب لما يكون بعدها بيتر فدي اسمها اي هاد. خد بالك من دي كويس، انت بتقول اي وود راذر، ركز في دي كويس، وبتقول اي وود بريفير، وبتقول اي هاد. خد بالك من اللي بتلخبط دي بقى بيتر، اي هاد بيتر دي ما فيش بعدها حاجه ابدا في الدنيا غير الفعل في الماستر. طيب اي وود بريفير بعدها تو والفعل برضو في المصدر. طيب اي وود راذر، الثلاث حالات والثلاث احتمالات اللي اتفقنا عليهم كتير جدا، اخرهم اللايف اللي فات كنا بنحكي فيهم. هنا بقول اي وود بريفير نوت تو توك اباوت ذات، مش حابب اتكلم معاك في الموضوع ده. It is something very personal، انا مش حابب اتكلم معاك في الموضوع ده لانه حاجه بيرسونال شخصيه ما ينفعش حد يعرفها. طبعا فيزيكال دي معناها بدني ما تنساهاش. نمبر 6، اي فاوند يونيفرسيتي ورك فيري ديفيكولت، انا لقيت ان الشغل في الجامعه ده موضوع صعب جدا. But my friends were always very، لكن اصدقائي كانوا ايه يا ترى؟ كانوا ايه؟ مشجعين، اكيد انت بتقولها معايا، مشجعين encouraging. خد بالك لما نقول، لما نقول encouraging كده مثلا ان، لما نقول encouraging our children يعني ايه encouraging our children؟ encouraging our children معناها تشجيع اطفالنا. طب لما نيجي بقى الجمله كده ونقول encouraged children، فدي معناها الاطفال المشجعون، يعني المشجعون يعني ايه اللي احنا شجعناهم ان هم يعملوا حاجه معينه، لكن دي encouraging our children دي معناها تشجيع اطفالنا. طيب وبالتالي انا حبيت اخد فعل هنا مثلا encouraging our children تشجيع اولادنا is important مثلا، امرا ايه مهما، لكن encouraged children دي هنا هنقول are always active مثلا، بمعنى الاطفال المشجعون، الاطفال الذين تم تشجيعهم دائما ما يكونون نشطين. خد بالك من القصه دي عشان الموضوع ده بره الموضوع اطلاقا، الاثنين دول مهمين جدا وممكن يلخبطوك في سياقات الامتحان. هنيجي بقى نمبر 7، it was a great football match، لقد كانت مباراه كره قدم عظيمه. both teams played very، كلا الفريقين played يعني انت عارف ان played معناها لعبه، فانت بتقول لعبوا بايجابيه التاكيد positively. طب انت طالع من الماتش بتنفخ وتقول انا مش هسمع كوره تاني، كرهتني في الكوره، يبقى both teams played negatively، لعبوا بشكل سلبي جدا. طب cowardly دي معناها جبان، فما تنساهاش، cowardly جبان دي صفه خد بالك، لكن aggressively معناها بشكل عدواني. 8، she would be a good nurse، هي شكلها كده ينفع تبقى ممرضه كويسه. she had a very kind، عندها ايه؟ كويسه اكيد، عندها a kind personality، personality معناها شخصيه. طيب وخد بالك انت لو عايز تقول للناس يا جماعه انا شايف ان احنا المفروض نسافر، هتروح انت قايل بيرسونالي وتعمل بعدها كما وبعدين تقول رايك، فتقول بيرسونالي اي ثينك وي كود وي شود ليف، او بيرسونالي اي دونت بيليف ان ماجيك، انا على مستوى الشخصي لا اؤمن بالسحر. كلمه بيرسونالي معناها على المستوى الشخصي، خد بالك من القصه دي كويس علشان الكلمات دي بتلخبط. طيب نرجع في حاجه هنا عايز اقول عليها برضو، الحته بتاعت she would be a good nurse دي ممكن نقولها بطريقه ثانيه، نقول she can او may make a good وتجيب بعدها اي وظيفه تعجبك، وده معناها ان هي لايق عليها انها تكون كذا او يمكنها ان تقوم بوظيفه كذا بشكل محترف. يعني انت هنا بتقول لي it would، بتقول لي she would be a good nurse، كان ممكن نقول she can make، خد بالك من make a good nurse، يعني هي يمكن ان تمثل دور الممرضه او تقوم بدور الممرضه بشكل ناجح. طيب بعد كده نمبر 9، your grades، grades يا شباب معناها درجات في الامتحان. عايزك تركز بقى معايا في الكلمتين دول وخلي عندك ساعه صدر كده. كلمه grade دي ليها معاني كتير جدا، معناها صف دراسي. اقول لك my father got to know my mother when he was or when they were in grade 5، بابايا عارف مامتي من ايام ما كانوا في سنه 5، من زمان الموضوع. دي حاجه، الحاجه الثانيه كلمه grade دي معناها درجه امتحان، انا جبت في الامتحان 10 من 10 فدي اسمها grade، بالنسبه لي كده بتساوي مارك. طيب ولما نيجي في جمله تانية او في حاجه تانية نقول لك graded، لما نقول graded exam معناها امتحان متدرج. يعني ايه امتحان متدرج؟ يعني اسئله الامتحان دي فيها اسئله صعبه وبعدين سهله وكده، فدي معناها اسئله متدرجه. طيب نرجع لموضوعنا، بقول لك your grades are، درجاتك اللي انت جبتها دي بصراحه كانت impressive،
عايزك تفهم ان كلمه امبرسيف مش معناها مؤثره، يعني خلتنا نعيط. امبرسيف دي معناها عجبتنا. فلما حد يلقي كلمه قدامك ويعجبك الكلام، فتقول له ان كلامك ده بصراحه امبرسيف. طب انت ساعه ما سمعت الكلام اصبحت امبرسيف، معناها متاثر، والاسم طبعا امبريشن. 10 to be a of، خد بالك من of دي، ها، is to be responsible for. ما انت عارف ان اصلا responsible for دي بتساوي كمان in charge of. in charge of معناها مسؤول عن. عايزك تفهم انك لو قلت in، خد بالك الكلام ده كويس، in charge of، دي مختلفة تماما عن انك تقول in وتحط هنا كده قبل charge the. in charge of معناها مسؤول عن. لما نيجي مثلا نقول president او the president، ركز في المثال ده كده، is in charge of us، يعني الرئيس مسؤول عنا. طب افرض انت عايز تستخدم التانية دي، فهتقول we بقى، احنا are بنكون in the charge of the president. ده معناه بالعربي كده، يركز معايا كده، انت لما تيجي تقول in charge of، فده معناها مسؤول عن، يعني مطلوب منه يعمل كذا. طب لما تيجي تقول we are in، خد بالك من ذا، دي هي المشكلة. in the charge of معناها احنا تحت مسؤولية الرئيس، يعني احنا مطلوبين، بالعربي كده احنا مطلوبين من الرئيس. تمام. طيب نرجع بعد كده في نمبر 11، something which is a produces the right result، الحاجة اللي بتطلع لك النتائج الصحيحة. الشيء ده بيكون ايه؟ يا ترى بيكون defective ولا reflective ولا effective ولا attractive؟ طبعا انت واخد بالك الحاجة المؤثرة، او الفعالة هي اللي بتديك النتائج الصحيحة، عشان كده بيقول effective. طيب بعد كده نمبر 12، ايه او ان طبعا is a document، خد بالك مستند، خد بالك لو انت فاكر مستند that gives you permission، بيسمح لك او بيديك الاذن انك تعمل حاجه، فده اكيد رخصه، اللي هي اللايسنس، اللي هي دي. absence يعني غياب، واسنس دي معناها جوهر. فلما نقول مثلا essence of morals معناها جوهر الاخلاق، ودي حاجه مهمه جدا عايزين نعرفها. essence of morals معناها جوهر الاخلاق مثلا يعني. طيب مين في دول يعني is a job، job وظيفه، of looking after people who are ill، انك بتهتم بالناس، بالناس المرضى. فانت كده شغال في مجال النيرسينج. نيرسينج ده اللي معناه التمريض. في فرق بين النيرسينج دي بالنيرسينج وبين كلمه نيرسري. نيرسري دي اللي هي الحضانه، فلما نقول نيرسري سكول فدي درس الحضانه، لكن نيرسينج ده اللي هو علم او مجال التمريض. حد شغال، واحده شغاله ممرضه، فنقول ان هي شغاله في النيرسينج ستاف، يعني شغاله في هيئه التمريض في مستشفى معين. والنيرسينج زي ما قلنا نيرس بيبول، يعني بيمرضوا الناس. 14 ايه means done on your own without help from other people، انك تعمل حاجه لوحدك من غير ما حد يساعدك، فدي معناها سولو بشكل فردي. طيب if something is a it's right in particular situation، حاجه بتكون صح في موقف معين، فده معناها ان حاجه ريكوردبل ولا سوتابل. سوتابل معناها مناسب، الكلمه دي معناها مناسب او ملائم لي، فده معناها ان هي صحيحه لشيء او موقف معين. 16 several companies، companies دي عايز اقول عليها ملحوظه برضو قبل ما ندخل كده، ان كلمه company دي اللي جمعها companies دي معناها كده بالعربي شركه وشركات، والجمع منها شركات. طيب لكن في كلمه بقى اللي هي برضو اسمها company وملهاش جمع، دي كده معناها بالعربي صحبه، وهي اسم لا يعد، يبقى كلمه صحبه اسم لا يعد. طيب نرجع لموضوعنا، بقول لك ان شركات عديده، وخد بالك سيفرال دي بيجي بعدها دايما اسم جمع، ركز في دي كويس. يعني معنى كده ان ما دام بعدها اسم جمع، وبالتالي لازم يكون بعدها اسم يعد في صيغه الجمع، وما ينفعش انه يكون في صيغه المفرد. ما ينفعش تقول لي سيفرال تي مثلا ولا سيفرال ووتر، انت كده بتهزر. بعدها اسم جمع دايما، لانك العديد من الشركات هاف بين ايه تو سيل ذيز برودكتس، عديد من الشركات تم ترخيصها، يعني تم منحها الترخيص او الرخصه، فاخذنا ليسنس. خد بالك كلمه كولابس يعني انهار، وهي اسم لا وهي من الاسماء اللي ما بينفعش او الافعال اللي ما بينفعش نعملها مجهول. كولابس فعل لا يبنى المجهول. The company denies بتنكر that it has a discrimination. discrimination دي معناها تمييز او تفرقه عنصريه يعني against any of its employees اللي هم الموظفين. الشركه بتنكر ان هي مارست، مارست يعني براكتسد، ما انت عارف براكتس يمارس. ولما تيجي تقول ان الحاجه دي معروفه كبراكتس او ذا هوتيل براكتسز معناها الممارسات اللي في الفندق. طيب في كمان في الجمله دي كلمه امبلوي، لو انت عارف الكلام ده يعني قدم شويه، لو ما عرفتوش اسمع مني الكلام ده. امبلوي وعندك امبلوير، خد بالك امبلوير ده اللي هو الراجل صاحب
العمل، احنا بنشتغل عنده. طب امبلوي معناها يوظف، وخد بالك ان كلمه امبلوي اللي معناها يوظف دي بتساوي كلمه give a job to بتساوي كلمه hire. الكلمات دي كده معناها يوظف، حلو كده. طيب لكن كلمه employee اللي هو الامبلوي اللي هو العامل، احنا ممكن نستخدم بدلا منها كلمه worker لو انا بتلخبط احفظها بكده. طيب كلمه employer دي لو انت متلخبط هي اعملها زي عاملها على انها manager اللي هو المدير بتاع الشركه مثلا او كده، صاحب الشغلانه نفسه يعني، لو انت متلخبط احفظها بالسياق ده بحيث تبقى الدنيا معاك سهله. طيب نرجع للموضوع. ذا دكتور ايه هيم اجينست سموكينج، خد بالك ان الدكتور نصحه ان يفعل، يبقى ادفايسد هيم تو سموك. طب نصحه ضد التدخين، قال له ما تدخنش يا عم انت، يبقى دي ادفايسد هيم. ادفايسد هيم معناها نصحه الا يفعل. طيب بمناسبه كلمه بليم دي، احنا عارفين ان بليم يلوم، بليم معناها يلوم. بليم شخص، ركز، شخص فور شيء، حلو. طيب افرض ان انت جبت بليم دي في سياق تاني بقى، ركز، بليم شيء عشان دي مهمه، اون شخص، مش فاهم حاجه، هقول لك انا يا عم عشان افهمك. بص الاولانيه خالص كده، لو انت عايز تقول بليم شخص فور شيء، فنقول مثلا اي بليم ات، اي بليم ات علي مثلا فور ذا اكسيدنت، يعني انا بلوم علي على الحادثه، دي حاجه. طب انت كان ممكن تقول بقى اي بليم ات، اي بليم ات ذا اكسيدنت، قول معايا يا ريت، اون علي. ده معناها ايه؟ انا لومت علي على الحادثه. خد بالك لو انت جبت بليم والشخص بعدها، بليم معناها الشخص بعدها وبعدين فور، فده معناها يلوم الشخص ده على. طب بليم الشيء، فلازم تاخد اون، وده معناها انا ارجعت الحادثه على علي. طيب نرجع بقى للي بعد كده، هنعمل دي كده برضه في النص عشان تبقى بالنسبه لك موجوده. وايه؟ طيب 19 and what is a journey by air. لما انت تقول لي باي اير يعني عن طريق الهواء، يبقى دي حاجه في الطيران، فدي اكيد فلايت. فلايت دي معناها رحله جويه. خد بالك ان في حاجه اسمها فلاينج الطيران، وممكن نحط مكانها فلايت نافيجيشن. طيب رقم 20 ذا راديشن اللي هو الاشعاع، ليك اللي هو التسريب الاشعاعي يعني. وعايز احذرك ان كلمه ليك دي مش لازم يكون تسريب مياه وغاز وكده، ممكن تسريب مياه وغاز والاخبار واحد طلعها من الشركه فنقول ليك. ذا راديشن ليك هاز هاد ديزاستروس. ديزاستروس دي جايه من كلمه ديزاستر، دي معناها كارثي. الكلمه دي معناها بالعربي كده كارثي. طيب وخد بالك ان احنا ممكن نعمل اكتر من كلمه بنفس المنظر ده، يعني على سبيل المثال كلمه كانسر احنا عارفينها قبل كده، كانسر دي معناها السرطان. طب لما نيجي نقول كانسرس معناها سرطاني، فلما تيجي تقول مثلا كانسرس كانسرس ديزيز معناها مرض سرطاني. طب لما نيجي نقول كانسرس بروبلم معناها مشكله سرطانيه، يعني مشكله استفحلت في المجتمع بشكل كبير. طيب وممكن نقول جمله بقى لو احنا عايزين نكتب في باراجراف مثلا ونالف كده ونفنن ونبقى ناس مبدعين، فممكن نقول مثلا انترنت از ذا كانسر اوف ذا ايج، الانترنت هو سرطان العصر، وتروح بقى تكتب كده وتبدع مع نفسك. ذا راديشن ليك هاز هاد ا ديزاستروس اي اون ذا انفايرمنت، التسريب الاشعاعي كان له تاثير. خد بالك تقول تاثير يبقى اكيد افكت اللي هي دي. طيب انا عايزك تاخد بالك من الكلمات اللي هكتبها قدامك دي، كلمه افكت يؤثر ديت فيرب، هكتب لك الناس الاول وبعدين ايه نتناقش فيهم. ركز معايا، كلمة affect دي ده الفيرب، ده فعل. بمعنى ايه طيب الفعل ده؟ معناه يؤثر على، وما ينفعش غير يؤثر على، تمام؟ طيب الحاجة التانية كلمة effect ده اسم، بمعنى التأثير أو الأثر. التأثير أو الأثر، تمام؟ أو أثر. طيب الكلمة التالتة كلمة influence دي اسم وفعل، الكلمة نفسها اسم وفعل، يعني بمعنى يؤثر على معناها نفسها يؤثر على، ومعناها برضه نفس الكلمة تأثير. طيب الحاجة التانية بقى عندك كلمة impact نفس القصة برضه، اسم وفعل معناها يؤثر على ومعناها تأثير، الكلمة دي impact. طيب أنا عايز آخد حرف جر، عايز آخد حرف جر أعمل إيه؟ خد بالك كلمة affect دي من غير حرف جر، ديت ما ينفعش أبدا بدون حرف جر، ما ينفعش أبدا نستخدم منها حرف جر. طيب effect effect دي ممكن نقول تأثير على فنقول effect on، وفي الحالة هنقول have an effect on. طيب influence بيجي بعدها حرف الجر اون برضو، وامباكت برضو بيجي بعدها حرف الجر اون، تمام كده. الحاجه اللي ممكن نضيفها هنا في الموضوع ده ان كلمه انفلونس ممكن اون، ممكن نستخدم حرف الجر اون، وممكن نستخدم مع حرف الجر كمان اوفر، يعني ممكن اون واوفر اوفر. طيب كلمه امباكت ممكن اون وممكن ابون، اب اون، تمام. تعال ندخل بقى الجمله اللي بعدها رقم 21 it is an extremely a
كيور علاج يعني فور اهيديك، ات هاز نو سايد افكتس، ملوش اي اثار جانبيه، يبقى الموضوع الدواء ده دواء مؤثر اللي هو افكتيف. وانا عايز اكد لك على فكره ان كلمه كيور دي لها في فرق بينها وبين هيل والحاجات دي، تعال نقولها لك هنا. كيور دي ممكن تساوي كلمه تريت لو معناهم هما الاثنين يعالج. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان كلمه كيور دي كيور الاسم منها كيور برضه، يعني كلمه كيور دي اسم وفعل. طيب كلمه تريت، طيب الاسم منها اسمه تريت منت، تمام. طيب وما تنساش ان كلمه تريتي معاهده، دي كده معناها معاهده، لما نيجي نقول مثلا بيس تريتي معناها معاهده السلام. طيب ما تنساش بقى ان في كلمه اسمها هيل، هيل دي معناها يلتئم. ايه الفرق بقى؟ انا مش فاهم انا يلتئم ديت معناها ايه. يلتئم دي من الاخر كده معناها يخف، باللغه المصريه معناها يطيب، الجروح اللي عندي طابت. بمعنى انا شايف ان انت متعور دلوقتي ومصاب، فاقول لك you will take much time to treat your hand، انت هتاخد وقت كبير عشان تعالج يديك، وممكن اقول لك to cure your hand، لكن اقول لك the cut in your hand الجرح اللي في ايديك will take time to heal، الجرح اللي في ايديك هياخد وقت عشان يلتئم او يخف. نرجع بقى لموضوع 22. The poor bird couldn't eat، الطائر المسكين لم يتمكن من الايه because it had broken wings، لانه كان عنده ذراع مكسور. وخد بالك ان بروكن التصريف الثالث من بريك، فمعناها ايه؟ مكسور، ودي صفه. واحنا اصلا متفقين من زمان من زمان ان احنا مثلا ستيل، انا عندي في الكلمات اللي حافظها يعني كلمه ستيل، ستول، ستولن، ستولن دي بقى ممكن نستخدمها بمعنى مسروق. طيب عندك بريك بروك، بروكن، بروكن دي بمعنى مكسور. تمام نرجع لموضوعنا. ذا بور الطاير ده ما عرفش لم يتمكن من ان هو فلاي يطير. 23 there is no doubt about Christine's A for the job. She is very efficient. ده هي كفء يعني حاجه كده من الاخر، ده معناها ان احنا ما عندناش اي شك عن suitability يعني المناسبه، يعني انت ممكن تقول ليس عندنا شك في مدى مناسبتها للوظيفه، ده معناها ان she is suitable for the job. يعني هي مناسبه للوظيفه، ده معناها ان she suits the job او the job suits her، يعني هي الوظيفه دي مناسبه لها. 24 to A for is to clearly explain، انك تشرح why you think something is true or should be done. انك تشرح الحاجه دي المفروض ان هي صح ولازم نعملها، فده معناها ان انت ارجو يعني تجادل من اجلها. وخد بالك ان ارجو دي فيها حرفين جر، ممكن نقول ارجو فور يجادل لاجل، عايز يعمل الحاجه دي، فعشان كده هي ويل ارجو فور ات. ممكن نقول ارجو اجينست او ارجو ويز، خد بالك من دي، في ارجو ويز يجادل مع شخص، طب ارجو اجينست يجادل ضد فكره، ضد فكرة. طيب لو احنا قلنا with يبقى يجادل مع، فخد بالك من الحاجات دي عشان دي مهمة. طيب I would like to argue for happiness، أنا أجادله، أنا أصارع من أجل السعادة. with my friends مع أصدقائي، و against my friends برضو، وممكن نقول against الفكرة اللي أنت عايز مش عايز تعملها، مثلا واحد عايز يفتح مصنع جنبك فتقول I will argue against the project، ضد المشروع. طيب بعد كده 25 is someone whose job is to check that something is of good enough standard and that rules are being، مين اللي بوظيفته ان هو يشوف لنا الامور دي ماشيه على ما يرام، وصلت الستاندرد القياسي مستوى القياس ولا لا؟ ده اكيد المفتش اللي هو اسمه انسبكتور. امال ايه انفستيجيتور؟ ده اللي بيعمل تحريات على جرائم او مصائب. نقط از ذا كواليفيكيشن، التاهيل، given to someone who has successfully finished a university course، خلص university course، فبالتالي ده محتاج مين؟ محتاج ديجري، درجه علميه اللي هي دي. طيب some thing which is a has a good or useful effect، الحاجة اللي لها تأثير إيجابي أو تأثير مفيد، الحاجة دي بتكون حاجة positive. positive معناها إيجابية، وعايزك تعرف إن كلمة positive دي لها معاني كتير جدا. positive دي من معانيها بتساوي كلمة sure، يعني إيه بتساوي sure بقى؟ هي لو هتساوي sure فهي معناها متأكد. واحد بيقول لك مثلا الأهلي هيفوز في المباراة، فأنت تقول له are you positive؟ وممكن تقول له are you sure؟ أنت متأكد؟ طيب بعد كده في number 29 two not is to try to persuade. persuade دي يعني يقنع، زي convince someone to do something especially by making them more confident، انك تخليه يكسب ثقه في حاجه معينه عشان يعملها، فدي معناها انك انت encourage him. وخد بالك ان مع encourage خدنا to. طيب 30 بقى additional مين في دول؟ means involving someone's private life. private life حياه الشخص الشخصيه، فده معناها personal، الحاجه الخاصه بالشخص اللي ما ينفعش حد يخترقها، حتى احنا بنقول عليها privacy اللي هي الايه؟ الخصوصيه. طيب برايفسي دي معناها الخصوصيه، عايزك تعرف ان كلمه برايفت وسبيشال ايه الفرق بينهم؟
برضو سبيشال دي معناها خاص لغرض ما. طيب ايه برايفت؟ بالاخر كده معناها ملاكي. العربيه اللي انا اشتريتها بفلوسي فدي اسمها برايفت كار. طب لو في عربيه صنعوها مخصوص عشان الناس المعاقين فنقول العربيه دي سبيشال، يعني كانك بتقول دي سبيشال فور ذيم، يعني خاصه ليهم. طب ايه برايفسي؟ دي اللي هي الخصوصيه. يعني لما اقول لك ريسبكت ماي برايفسي، لو سمحت احترم خصوصياتي لا تتدخل في اموري يعني. طيب ندخل بعد كده على 31 as well as writing. عارفين as well as يا مستر؟ بعد اي ان جي قلنا الكلام ده كتير، ولو قبلها فاعل وبعدها فاعل فناخد على الفاعل الاولاني. as well as writing books on a and culture. ركز لما تشوف and دي يبقى في مشكله في الموضوع. she also wrote poems، كتبت ايضا قصائدا بالاضافه الى كتاباتها كتب عن الثقافه واكيد المجتمع اللي هو society. انت عارف ان society ده اللي هو المجتمع. طب كان ممكن نقول as well as writing books on، هكتب كده اهو، ممكن كان نعمل الجملة دي كده as well as on a and cultural aspects مثلا. انت عارف ان كلمة aspects معناها اشكال او مظاهر. يا ترى هنختار مين هنا؟ هنختار هنا society ولا social ولا sociable؟ اكيد هنختار social اللي هي صفة من كلمة society. طيب فانت بتقول هنا بالاضافة الى كتاباته عن المظاهر الثقافية والاجتماعية، هنا بقى انت بتقول لي كتبا عن المجتمع والثقافة. طيب 32 دكتور عيشة عبد الرحمن هيلب تو امبروف ويمنز، اكيد ويمنز بوزيشن. بوزيشن دي معناها وضع المرأة ومكانتها، وعايزك تاخد بالك عشان هنعمل كام لعبة هنا في موضوع بوزيشن دي. بوزيشن دي اهي، وادي بوزيشن اهي، وادي كمان بوزيشن اهي، ثلاثة بوزيشن ورا بعض. بوزيشن دي ممكن تساوي كلمة بوست، ممكن تساوي كمان كلمة جوب، يعني ممكن تساوي معنى جوب كده في الوضع في الحاجات دي معناها وظيفة. تمام؟ What is your position in the company? What's your job in the company? What's your post in the company? الحاجة التانية كلمة position دي ممكن تساوي كلمة put، ممكن تساوي كلمة place لو احنا عايزين كسينونيمز يعني. وهي في الحالة دي معناها يضع. هديك أمثلة. طيب بمعنى ممكن طبعا نستخدمها بمعنى موضع، موضع أو مكان. في مصطلح كده اسمها took the position ذات، دي بتساوي كلمة ثانكس، ودي حاجة كده من الأسئلة المهمة جدا اللي أنت تعرفها. بص معايا بقى، ركز معايا. كلمة بوست وبوزيشن وجوب معناها وظيفة. لما أقول لك ماي بوزيشن إن ذا كومباني، ماي بوست إن ذا كومباني، ماي جوب إن ذا كومباني، وظيفتي في الشركة هي إني بعمل كذا. طيب أنت في وردة فأنت عايز تقول ضع الوردة بجوار الشباك، فأقول لك بوزيشن إت باي ذا ويندو، بوت إت باي ذا ويندو، بليس إت باي ذا ويندو. طيب الحاجة التانية لما اقول لك the best position I like in the play in the playground is goalkeeper، افضل موضع افضل مكان في الملعب بحبه هو الجولكيبر. طيب لما اقول مثلا my father told the position that I should leave، بابايا thinks that I should leave. 33 بقى her mother her to get a good education، انها تتعلم تعليم جيد، فاكيد encouraged her يعني شجعتها تتعلم تعليما جيدا. 34 she was a her degree in كذا، هي منحت درجاتها العلميه في الفتره دي. يمنح درجه علميه نقول he was awarded a degree. طيب طب ليه ما ينفعش جيف؟ ما ممكن اقول منحت، ما ممكن اقول شي ووز جيفن. خد بالك انا عايز تركز كده، ممكن اقول جوت من غير ووز، يعني ممكن اقول لك الجمله دي باكتر من احتمال. الاولاني شي ووز، المشكله عندنا هنا في ووز. ممكن اقول شي ووز اوردد، شي ووز جيفن، الاثنين صح. او ممكن اقول شي جوت من غير ووز. 35 هي جوينز ذا يونيفرستي ايه، طبعا انت عارف يونيفرستي ستاف اللي هي هيئه الموظفين، لكن ستاف دي معناها الحشو والمحشي اللي بنعمله يوم الجمعه. طبعا ريسيرش اسيستنت اللي هو مساعد باحث، وعايزك تفهم ان كلمه اسيستنت دي احنا ممكن نستخدمها بمعاني كتير جدا، ممكن نستخدم بدلا منها هيلبر، هيلبر اللي هو مساعد، وانت عارف ان كلمه اسيست اسيست بتساوي كلمه هيلب اصلا، بمعنى الاثنين دول كده بمعنى يساعد. طب انا عايز اخليها اسم، طيب يبقى هنقول اسيستنس، وهنا بالحاله دي برضه هتساوي كلمه هيلب، بس هنا في المعنى ده معناها مساعده، مساعده. وممكن في الحاله دي برضه نسويها بكلمه ايد. ركز بقى في الكلام ده كده عشان الكلام اللي طالع من بعض ده ممكن يلخبطك، وهو كلام مهم. assistant بتساوي helper، اقول لك he is an assistant او he is a helper، يعني هو مساعد. طيب he helps او he assists me، يعني هو بيساعدني. طيب يعني his job is، يعني وظيفته is to provide، هو انه يقدم لي assistance و help و aid. بالمناسبه كلمه aid برضو بمعنى يساعد كفعل. طيب حتى في حاجه اسمها first aid box، first aid box اللي هو مين يا شباب؟
اللي هو صندوق الاسعافات الاوليه، عشان ممكن تستخدم حاجه زي كده في الباراجراف لما يقول لك اكتب عن دورنا مثلا في مواجهه الامراض والوبائيات والاوبئه وكده. فانت ممكن تقول ان كل بيت لازم يكون فيه فيرست ايد بوكس عشان الحاجات اللي بتطرأ فجاه ما نجريش كل شويه على الدكاتره ونبهدل نفسنا. طيب بعد كده رقم 37، هير ورك ماتش اوف هير بيرسونال لايف، شغلها يعني شغله يعني اخذ فتره كبيره من حياتها الشخصيه. طبعا انت عارف ان كلمه يشغل اسمها تيك اب اللي هي دي. طيب وعارف ان تيك اوف معناها تقلع الطائره وكده، وممكن نقول ان تيك اوف دي بمعنى الظهر لما اقول لك محمد صلاح لايف توك اوف افتر هي بلايد ان ليفربول، حياته بدات تزدهر بعد ما لعب في ليفربول. وطبعا تيك تو معناها يعتاد على، اي ديسلايكد فوتبول ات فيرست، انا في البدايه ما كنتش حابب الكوره، بات اي بيجان تو تيك تو ات، بس انا بدات ايه اتعود عليه. 38، هير جريت ورك از ستيل ايه توداي، شغلها ما زال لحد النهارده يا ترى ايه؟ بص معايا كلمه ابريشيتد دي وكلمه ابريشيت دي بص احفظها بمعنى ثانك، يعني بيدي نفس المعنى يعني. طب ابريشيتد معناها ثان كد، هقول لك المعاني المختلفه. طيب لسه معانا ابريشيتيف دي بتساوي كلمه ثانك فول، ركز معايا. انت لما حد يعمل لك حاجه يو شود ابريشيت ات او يو شود ثانك هيم، يجب ان تقدرها وتشكره. وساعة ما انت بتعمل حاجة لحد فانت بتكون ثانكد بمعنى مشكور، انت بتكون في الوقت ده كده مشكور، فشكرا ليك على ادائك، لكن دي هناخدها بمعنى يشكر. طيب الناس بقى اللي انت بتعمل لهم حاجة حلوة بيكونوا ناس شاكرين، يعني بيكونوا مقدرين لما قدمته لهم، فعشان كده بنقول الناس دول كانوا ابريشيتيف للي انا عملته. طيب ركز كده تاني الحتة دي عشان في اضافة. في كمان بقى كلمة ابريشيتيفلي، appreciatively معناها بتقدير. طيب انت لما تكون داخل الفصل والطلبه محتفلين بيك كمدرس فنقول the boys clapped appreciatively، يعني الطلبه صفقوا بتقدير. ممكن نقول he spoke to me appreciatively، يعني هو تحدث الي بتقدير، فخد بالك من دي. 39، she taught at many universities across the world the Arab، طبعا the Arab world اللي هو العالم العربي، ما فيهاش مشكله الجمله دي بسيطه. ما تنساش بس ان انت هنا كلمه across دي معناها عبره، وما تنساش ان taught يعني درست، لكن learn يتعلم، ولما نقول he learned at school او he was taught at school، يعني انت لما تقول learned دي ممكن نستخدم مكانها was taught. عايز اقول لك ان هي اتعلمت انجليزي، فنقول she learned English او she was taught English بمعنى تعلمت او درس لها. 40، she her life doing the things she was most interested in، اكيد انت عايز تقول ان هي قضت حياتها في القيام بالاشياء التي احبتها. وخد بالك ان كلمه leave دي بنجيب بعدها، ممكن اقول لك ليف هيم ونجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، وممكن برضو نقول ليف مثلا هيم ايا كان، طبعا مش لازم هيم، وبعدين تو الفعل فين؟ في المصدر. طيب على سبيل المثال انا عايز اقول لك ان انا تركت عمر يلعب، فاقول اي ليفت عمر بلاينج، ده معناها ان انا ساعه ما رحت هناك لقيته بيلعب وسبته بيلعب وجيت. طب لو انت قلت لي بقى انا كنت قاعد مع عمر امبارح وحسيت انه مخنوق مني كده وعايز يقوم يلعب، ف I left him to play، يعني انا تركته لكي امنحه الفرصه، يعني كانك بتقول لكي اعطيه الفرصه لكي يلعب. ما ننساش دي، ما ننساش كمان ان كلمه interested يا شباب ممكن interested in بعدها الفعل يكون مضاف له اي ان جي، ودي مهمه جدا وكانت جايه في كتاب ماي فريند. في عندك interested in وفي عندك interested to. interested in دي بنجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي او اسم، interested to وبنجيب بعدها الفعل في المصدر. اقول لك I'm interested to know، انا مهتم اني اعرف، او interested in knowing مهتم برضو اني اعرف، وهما الاثنين بنفس المعنى وهما الاثنين مطلوبين من سيادتك علشان دي لغه واللغه محتاجه مرونه منك. الحاجات اللي بعملها بحطها في النص كده بحيث تبقى انت تذاكرها بسهوله وتنقلها في كشكولك. طيب بعد كده 41، the people that I help at charity are always very، الناس اللي انا بساعدهم في المنظمات الخيريه دول او في الخير يعني دايما بيكونوا شاكرين لما افعل. ارجع بيا تاني يا مستر كده، فين كلمه شاكر اهي؟ انت لو حفظتها بمعنى شاكر ابريشيتيف، يبقى انت هنا تختار مين وانت مغمض عينك؟ ابريشيتيف. طب انا لما عملت خير للناس دول انا كنت مشكورا، يبقى انت تقول اي واز ابريشيتد، انا كنت مشكور او مقدر. طب ما ترجع كده، مشكور او مقدر اهي ابريشيتد. طيب الناس ايه ما فعلته؟ الناس شكروا ما فعلته، يبقى ابريشيت اللي هي دي. طيب بعد كده رقم 42، young children are usually very ايه towards، خد بالك سواء كان هنا في towards او في هنا تو، في الحالتين دول كنت هتستخدم دايما كلمه respectful اللي هي دي. respectful دي من الاخر كده عايزك تفهم دي، تحفظها بشكل بسيط كده، دي بتساوي كلمه polite.
عشان كده بقول لك خليك مؤدب مع المعلمين، يبقى بي بولايت او بي ريسبكتفول تو يور تيتشرز. ريسبكتد معناها محترم لانجازاته، لما يذكر لك شخصيه تاريخيه او شخصيه من الناس المعلمين والعلماء والدكاتره ريسبكتد. طب ريسبكتبل دي بناخدها مع الفنادق والحاجات اللي انا بقول لك ان الحاجات دي حلوه جربناها فاخدها. الفندق مثلا ريسبكتبل هوتيل، ريسبكتبل كار، ريسبكتبل بليس، ريسبكتبل جوب وهكذا. وعايز تفهم ان كلمه ريسبكت معناها يحترم ومعناها احترام، وافهم لما تلاقي حرف جر فانت على طول هتاخد ريسبكتفول عشان دي كده معناها مؤدب معاه. زي ار ويل بيهيفد، ويل بيهيفد دي معناها بولايت مؤدبين يعني. هو كام فروم نقط فاملي، لسه حالا كنت بقول لك ريسبكتبل فاميلي، فهنا برضه هنقول ريسبكتبل فاميلي. هاو لونج هاز ذا كينج ايه ذات كانتري، هو الملك حكم البلد كم مره. كلمه يحكم يعني ايه يا مستر؟ معناها حاجتين، رول وجفرن. خلاص يبقى ناخد هنا جفرند، وعلى فكره كان ممكن زي ما اتفقنا كان ممكن نقول رولد ذا كانتري بمعنى حكم البلد برضه، هما الاثنين كانوا يبقوا صح. طيب الراجل ممكن في الامتحان يا شباب يلعب لعبه كويسه خالص، لما اقول لك دونت يو شود، يو شود فولو ذا رولز، وبعد كده يقول لك بقى ذا وورد رول هير از ا، يا ترى هتختار له بقى هنا از ا فيرب يعني هي فعل، ولا از ا نون، ولا هي ادجكتيف، ولا يعني انت تعرف الكلمات دي بالعربي عشان الكلمات دي ممكن تلخبطك في الامتحان وتضيع الدنيا. طيب هو بالعربي كده في الجمله يقول لك يجب عليك ان تتبع القوانين، القوانين دي عباره عن ايه؟ عن اسم. خلاص يبقى اختار له نون. شكرا. طيب طب لما اقول لك بقى محمد علي رولز ايجيبت فور 10 ييرز بيفور هي دايز، على سبيل الحكايه يعني محمد علي بيحكم مصر 10 سنين قبل ما يموت وبعدين بينتقل. في الحكايه ممكن نستخدم المضارع البسيط على فكره، فدي حاجه خد بالك منها. المهم في الحته دي بقى لو انت كتبت محمد علي رولز ايجيبت، كلمه رولز هنا اسم ولا فعل؟ والله ما انا يحكم يبقى دي فعل، اللي بيعرفك الترجمه. ذا اي اوف ويننج ذا سويمنج ريس از جولد ا جولد كاب. خد بالك بدايه انا ليه قلت جولد كاب، ليه ما قلناش جولدن كاب؟ هو جولد كاب لانه كاس مصنوع من الذهب. عارف لو انت قلت لي جولدن كاب مثلا فده معناها كاس ذهبي، يعني ايه؟ يعني كاس لونه ذهبي ممسوح عليه ذهب، متلون ذهب، يعني هو مش ذهب اصلا. لكن لما تيجي تقول جولد كاب يعني كاس ذهب، تمام كده؟ طيب الحاجه الثانيه يعني دي كانها لونه، كانك بتقول كده لونه ذهبي، هو الكاس ما يكونش لونه ذهبي بس، ده هو بيكون مصنوع من ذهب. نرجع لحاجه ثانيه، ان كلمه ريس دي زي ما عايز اقول لك دلوقتي، كلمه ريس دي معناها سباق، انت عارف ان معناها سباق، وبرده معناها عرق الاعراق او الاجناس، يعني مثلا هيومن ريس العرق البشري وحاجات زي كده. فهنا بيقول لك ان الايه بتاعت الفوز بمسابقه السباحه هي انك تاخد كاس ذهبي، اكيد ذا اوورد اللي هي الجائزه او المنحه او جائزه الفوز بالمسابقه. طيب 46 بقى ذا هول كلاس. خد بالك لما تيجي تقول ذا هول كلاس دي يعني الفصل كله، ممكن تقولها بطريقتين، ممكن تقول ذا هول كلاس وممكن تستخدم مكانها، اكيد انت عارف ان انا اقول اول ذا كلاس الفصل كله. الاثنين معناهم كل الفصل، يعني هول كلاس كلابت الفصل كله صفق بتقدير. بتقدير يعني ايه؟ هنعمل دي كده ونروح ندور عليها، تعال نشوف كده كلمه بتقدير اهي، شايفها ابريشيتيفلي اخر كلمه، فانت هنا برضو بتقول الفصل كله صفق ابريشيتيفلي بتقدير. طيب ماي اولدر براذر هاز بين ايه؟ اماس برايز او كده او ديجري، يبقى هاز بين اووردد يعني منح بتساوي جيفن. This my parents always it when I work hard. أبويا وأمي دائما يقدرون الأمر عندما أفعل، يبقى يقدرون اللي هي appreciate اللي هي دي. طيب أنت قلت لي my mother always appreciate أو my parents always appreciate، طب ما تيجي نلعب في الموضوع ده كده. أنت قلت لي my parents are always إيه يا ترى؟ هنا هنقول appreciative على طول، معناها بيكونوا مقدرين، خد بالك من ده. طيب 49 this new hospital was built with money from the، المستشفى الجديد ده بني بفلوس من اكيد الحكومه، ما ينفعش نقول من البيئه مثلا ولا ريتايرمنت التقاعد ولا جادجمنت الحكم. Ms. نجوى is a teacher، انا لسه حالا كنت بقول لك respect يعني يحترم واحترام، respected معناها شخص محترم من انجازاته، معلمين ودكاتره ومهندسين والناس العلماء والناس الممثلين وكده. respecting دي فعل يحترم واخرها ing. respectful معناها فندق مشهور، عائلة مشهورة، الحاجات اللي زي كده. فطبعا انت عارف ان احنا هنختار respected. 51 بيقول لك applicants must have A in engineering، المتقدمين لابد يكون عندهم A في مجال الهندسة، اكيد درجة علمية اللي هي اسمها degree. طيب امال ايه مارك؟ مارك درجة امتحان، ومعناها يحدد بالعلم،
اعمل الكشف بخمس اسماء مثلا، فاقول لك مارك حدد لي عليهم. طيب وهنا بقى في حته، في فرق بين كلمه مارك اللي معناها يحدد وبين كلمه ليميت اللي معناها يحدد. ليميت دي معناها يحدد او بمعنى يحد من، يعني يقلل. فلما اقول لك ليميت يور سبيد يعني قلل سرعتك، حد من سرعتك. طيب دي معناها يحدد، كانك بتقول يحدد بالقلم الكشف اللي قدامك ده فيه 15 نوع من الطعام، حدد لي اللي انت عايز تاكله. فهنا مارك. طب انت بتاخد 70 نوم، لا عيب على 70 نوع مثلا، عيب عليك كلك 10 بس. فهنا اقول لك ليميت، قلل العدد. طيب جريد قلناها قبل كده فوق، وكلمه ديجريد، ديجريد معناها يقلل من شأن. 52 children need a lot of ايه، الاطفال بيحتاجوا كثيرا من الايه، اكيد من التشجيع اللي هو encouragement. طيب افرض الراجل قال لك children مثلا، اكتب بس الجمله دي كده، children need us to be، اكيد الاطفال يحتاجوننا ان نكون encouraging. يعني ايه بقى encouraging؟ الاطفال يحتاجون ان نكون مشجعين لهم، ان احنا نشجعهم ونأيدهم. طيب بعد كده، طيب 53 the rural environment has a effect on children health. rural دي معناها الريفي، البيئة الريفية لها تأثير ايه على الأطفال؟ أكيد تأثير سلبي، فعشان كده نقول positive effect. أنت عارف طبعا rural ريفي و urban حضري. parents play an important، بيلعب الولدين دورا حيويا، يبقى أكيد role. وأنت عارف إن كلمة important role بتساوي كلمة vital رول، فايتال رول برضو معناها دور حيوي او دور ايجابي، ودي من الكلمه اللي انت تعرفها. هو ويل بي ان اوف ذا ديبارتمنت، مين هيكون ان تشارج اوف، ان تشارج اوف معناها مسؤول عن. هي واز اريستد اوف فور رايدنج وذاوت ا، تم القبض عليه لان هو كان ماشي من غير ما يكون معاه لايسنس، رخصه. ذا فيرست اي فلايت، اكيد انت عارف المصطلح سولو فلايت دي صفه، لكن لو هو بيغني لوحده فهنقول عليه سولوست، مغني منفرد. The house is not really، المنزل ده لم يكن suitable، لم يكن مناسبا لعائلة كبيرة. And was the orchestra's إيه؟ أكيد العازف المنفرد في الفرقة الموسيقية اسمها soloist. طبعا بيولوجيست اللي هو بتاع البيولوجي، وأركيولوجيست علم الآثار، ودن علم الآثار يعني، ودنتست اللي هو طبيب الأسنان، لكن طبيب العيون يا شباب اسمه أوكيوليست. 60 بقى public health officials were called to A the building. الموظفين بتوع الصحة العامة أتوا لكي يفتشوا، inspect the building، يفتشوا المنزل. There is a concern، هناك قلق متنام عن climate change. أكيد أنت بتقول growing، growing concern من قلق متنام، وده مصطلح أكيد أنت حافظه. The department offers general courses in، القسم بيقدم لنا دورات عامة في مجال أكيد النيرسينج اللي هو التمريض. طيب في سؤال هنا عايزك تعرفه، أو فكرة عايز تعرفها. كلمة جنرال دي معناها عام. طب انا عايز اقول المواصلات العامة، هقولها ازاي؟ ما ينفعش نقول جنرال كارز، ممكن المفروض نقول بابليك كارز اللي هو السيارات العامة. وبرده نفس القصة، بنقول بابليك لايبراري، المكتبات العامة. خد بالك من القصة دي عشان ممكن تلخبطك في الامتحان وتبقى مشكلة. She was always looking for ways to her students، كانت بتدور دايما على طرق لكي تشجع، encourage her students. الكوريج دي اللي هي الشجاعة نفسها، الواد اللي بيعرف يعمل أي حاجة ده فيقول عنده كوريج. I'd give you a lift، أنا ممكن أوصلك بالعربية، but I am going in the opposite direction، أنا ما عنديش مشكلة يا عم أوصلك بالعربية والله، بس أنا ماشي في الاتجاه الغلط، الاتجاه المعاكس، أنت ماشي يمين وأنا ماشي شمال. Under the not، وفقا للقوانين، كلمة under the rules ده مصطلح على بعضه كده، اسمه وفقا للقوانين أو تحت القوانين، القوائم وال أو القوانين والتشريعات. Under the rules ده وفقا للقوانين. There were some doubts about، كان هناك بعض الشكوك فيما يخص his a for the job، فيما يخص مناسبته للوظيفة، عشان كده suitability. طيب ده معناها ان احنا كنا بندور عشان نعرف if he suits the job، if the job not him، if he was not how not can he do it، اللي عايز على الجوب. how كل ده هنحلها دلوقتي. not is he، التلات الجمل دي كلها كده على موضوع سوت وسوتابل وسوتابلتي. ركز معايا بقى، احنا عايزين نقول if he suits the job او if the job suits him، لو كانت الوظيفة تناسبه.
طيب الجملة الثانية if he was إذا ما كان suitable اللي هي ده اهي إذا ما كان مناسبا مناسب من الآخر كده احفظها بمعنى إيه؟ بمعنى ينفع للشغلانة لو هو كان ينفع للشغلانة هاو يا ترى هنقول إيه؟ هاو سوتابل ولا هاو سوتابلي كان هي دو؟ أكيد كان سوتابلي. طب بمعنى إيه بقى؟ ما مدى بالطريقة التي يستطيع أن يفعل بها الوظيفة هاو سوتابلي. طيب اللي هنا بقى الأخيرة خالص هاو سوتابل. طب يعني إيه بقى الكلام ده؟ وأنت اخترت هنا سوتابل وهنا سوتابلي، الدنيا لخبطت مني لحظة كده. أنت عندك هنا فيرب تو بي صح كده؟ الفيرب تو بي أنت عارف كويس إن الفيرب تو بي بيستخدم مع صفة. عندك هنا فعل اللي هو دو ده فعل، الفعل أنا عارف كويس جدا إن بستخدم مع الفعل ظرف. طيب حلو كده. فأنت هنا بتقول لي هاو سوتابل هي إز أو إز هي يعني ما مدى أو كيف أنه يكون مناسبا. طب ديت كيف يمكنه أن يفعل الوظيفة بشكل مناسب؟ طيب إف هي was سوتابل إذا كان هو مناسب للوظيفة، إف ذا جوب سوتس إذا كانت الوظيفة تناسبه، فخد بالك الكلام ده شكل بعضه. 67 this plant doesn't إيه well in the sand soil. هنا السؤال ده عجبني جدا، كلمة جرو دي معناها ينمو. النبات يعني، النبات ينمو. طيب الحاجة التانية، كلمة جرو أب دي معناها ينمو البشر. لما تقول لي أنا ترعرعت نموت في القاهرة فهتقول أي جرو أب إن كايرو، طب النباتات بتنمو يبقى بلانتس جرو. فأنت بتتكلم عن نباتات فعشان كده هتقول جرو. وخد بالك احنا قلنا مره قبل كده ان كلمه جرو اب بنجيب بعدها الفعل المضاف له اي ان جي بمعنى نما وهو يفعل ذلك الشيء. فاكر الجمله بتاعت ماي فادر هاز جرون اب ليسننج تو ام كلثوم؟ هي الجمله دي. طب 68 بقى وات وود يو لايك تو بي وين يو، ماذا تحب ان تكون عندما؟ اكيد تنمو، بس انهي واحده طيب تنمو انهي واحده في دول؟ اكيد جرو اب اللي هي دي. طيب بعد كده هي هاد ا سكسسفول كارير از ا لوير، هو كان حياته المهنية ناجحة as a lawyer يعني كمحامي. طبعا احنا حللنا موضوع الفرق بين as و like 100 مرة، بس هقولها كمان مرة معلش. as دي ك. طيب كلمة like بالمصري كده بالمصري، أحسن حاجة في الحاجات دي كلها إنك تحفظها بالمصري زي ما يكون. أنت عارف لما أقول لك he acts as a lawyer يعني هو بيتكلم من منطلق إن هو راجل محامي يعني وكده. لما يكون في ولد بيتكلم فاقول لك هي سبيكس از ا بوي، هو بيتكلم يعني طبعا كرجل يعني هو راجل. لكن ولد بتكلم كده عامل لي فيها بنت فاقول هي سبيكس لايك ا جيرل، يعني بمعنى زي ما يكون هو بنت يعني عامل فيها بنت. ففي فرق شاسع بين الاثنين طبعا، بين از وبين لايك. طيب يبقى از معناها ك وهو كذلك. انا مثلا اقول لك اي ورك از ا تيتشر، انا فعلا مدرس. طيب ده 75 هير بيرنتس نوت هير تو كوك اند ايفن بيد هير ماني. المهم انكاريجد هير يعني شجعوها، والجمله دي مكرره طبعا اكتر من مره. رقم 71 there has been a drop in the number of unemployment rate. قلنا هنا في الموضوع ده في الجملة ان كلمة appreciable دي معناها ملحوظ او يمكن ملاحظته وهكذا. فهنا في الجملة معناها على بعضها كده هناك انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة. 72 she has got a leading A in the school play. كان لها دورا قياديا في المسرحية المدرسية في leading role. she asked to speak to a person in charge يعني طلبت ان اتحدث مع الشخص المسؤول اللي هو person in charge. فلما نقول برضو officer in charge يعني الضابط المسؤول. officer in charge ده معناها الضابط المسؤول، يعني بتساوي كلمة the responsible officer. مثلا the restaurant offers a variety of تشكيلة من تنوعية من dishes that all tastes اللي بتناسب بمناسبة لكل الأذواق يبقى that suits. He was killed during a violent over money. الجملة دي معناها ان هو قتل في نقاش حاد على الفلوس. طبعا انت عارف اسمها argument يعني نقاش حاد او جدال حاد. نادي was the first and only woman نادية المفروض نادية was the first and only woman to a new school for pilots to join. طبعا كان ممكن نقول enroll on. طبعا we must take steps لازم ان احنا نتخذ خطوات ايجابية يبقى take positive steps or we should think positively. A new manager has been appointed to the project. تم تعيين مدير جديد لكي to ايه the project لكي يدير المشروع يبقى to direct. Her time is fully taken up. وقتها مشغول تماما بالكتابة. 80 the old man in the sea was one of the most
نوفلز هيمينجواي من جوه اسم المؤلف هاد ايفر ريتن، واحده من اكثر واحده من اهم القصص واكثرها ذا موست امبرسيف واكثرها تاثيرا او اكثرها ذات قيمه يعني. كده خلصت 80 جمله. يا ريت قبل ما تخلص الحاجات دي كده، قبل ما تقفل الملف، تكون نقلت الحاجات اللي فيه كلها في كشكولك، ولو تسالني في الاسئله اللي انت محتاجها هنشتغل ان شاء الله بعد كده من كتاب توب ستودنت بعد الوحده الثالثه، واللي فات هنجيبه تاني ان شاء الله في فيديوز. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا ريت كلكم تشاركوا على جروب الشات يا شباب.